وضمن التحضيرات الجارية لدخول المدرسي، التقى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي بمديرية التجهيزات العمومية على المستوى الوطني، حيث أعلن أنه وبفضل المجهودات الكبيرة والمتابعة الميدانية المستمرة تم خلال هذا الدخول المدرسي تسليم 263 تجهيزا عموميا مدرسيا، فضلا عن 176 تجهيزا عموميا مدرسيا تم تسليمها خلال العام الماضي. بالعريبي أكد أن هذه الديناميكية تتماشى مع وتيرة توزيع المساكن من قبل وزارة السكن، مبرزا أن التجهيزات العمومية المدرسية الجديدة مدمجة داخل الأحياء السكنية الجديدة. بالعريبي أوضح أيضا أنه وبعد موافقة الوزير الأول سيتم تحويل كل التجهيزات العمومية المتعلقة بقطاع الصحة إلى قطاع السكن لتفادي التأخر في إنجاز المرافق الصحية. 60 تجهيز عمومي تم استلامه سنة 2023 دخول مدرسة 23، 145 مدرسة ابتدائية، 75 ثانوية، 43 تقريبا يعني كوليج، 43 ثانوي. مجهودات متواصلة على مستوى وزارة قطاع السكن للانطلاق في المشاريع اللي كانت فيها تأخر. ما ننساش انه اللوف جديده يعني عطتنا شويه، لكن احنا الان دخلنا في ديناميكيه جديده. تكثير الاطارات على المستوى الوطني متواصل، المديريين التجهيزات العموميه اللي ينجحوا في الـ زوبجيكتيف تاعهم راح نكمل معاهم. المديريين التجهيزات العموميه اللي كان فيه يعني تقاعس ولا فيه تأخر راح نقوم يعني بالإجراءات اللازمة، تقييم بنقوم به تقييم يعني علمي وتقييم ميداني، نتركز على الطول كونسوماسيون فينونسيير تاع المشاريع، نتركز على مدى جاهزية هذه المدارس وعلى كاليتي نوعية المدارس اللي نقوم باستلامها.